بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنا المرة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت واقفين عند بقية جزء السويتشنج، لكن الجزء ده بس هنسكيبه أو هنعديه مؤقتا بس على ما أروح الشركة إن شاء الله عشان أسجل جزء السويتشنج ده من هناك، لأن ما عنديش الريال سويتش، ونكمل على طول من الجزء اللي بعديه اللي هو بداية الـ NFP أو Network Foundation Protection. إيه الـ NFP أو Network Foundation Protection؟ لو أنا حبينا نصنف الترافيك اللي بيمر في الشبكة عندي او في النيتورك عندي وعاوز ابدأ اصنف الترافيك ده، ايه اشكال او اصناف الترافيك اللي ممكن تمر عندي في النيتورك؟ هنلاقي ان عندي الترافيك اللي ممكن يعدي على الراوتر. لو قلنا عندي مثلا انا ده راوتر، ده R1 واصل براوتر تاني وليكن R2، الترافيك اللي ممكن يعدي الراوتر ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون رقم واحد مانجمنت ترافيك، يعني انا كادمن هنا اهو وعاوز اعمل مانجمنت على الراوتر ده، فده الترافيك اللي ممكن يدخل للراوتر ده بنسميه المانجمنت بلان او الترافيك الخاص بالمانجمنت. او ممكن يكون كنترول بلان او كنترول ترافيك. ايه الكنترول بلان؟ الكنترول بلان هو الترافيك اللي بيبقى بين الراوترات ببعضها اللي بتساهم في بناء التيبلز اللي بتخلي الراوترات تاخد قرار على اساس تحويل الترافيك. يعني ايه؟ يعني مثلا OSPF هنا بيبعت راوتنج بروتوكول، او اي راوتنج بروتوكول بيبعت ابديت راوتنج للراوتر ده بنعتبره كنترول بلان، ده ممكن ياثر على الديسيشن اللي ممكن ياخده الراوتر، وهنشوف ازاي ان احنا ممكن نحمي الكنترول بلان ونحمي كل الترافيك اللي داخل للبروسيسور بتاع الراوتر ده عن طريق حاجه اسمها الكنترول بلان بروتكشن. فاضل ايه؟ فاضل ترافيك اليوزر العادي. لو عندي يوزر هنا عاوز يطلع انترنت او عاوز يطلع يكلم يوزر في شبكه تانية، ده بنسميه الداتا بلان، او ده ترافيك الايه؟ ده ترافيك اليوزر. فلو عندي صنفت النتورك هتلاقي عندي الايه؟ التلات تصنيفات دول، او دول تلات اشكال من الترافيك اللي ممكن يمروا في الشبكه. طيب تعالى كده نقرا السلايد واحده واحده. ال NFB breaking الانفراستراكشر داون انتو سمولر كومبوننتس. انا بقسم الانفراستراكشر او الترافيك اللي ممكن يمر في الشبكه لانواع، وابدا ان انا احاول امن كل نوع لوحده. فلو لو شفنا التقسيمه هتطلع عباره عن ثلاثه بيزك بلانز، او ساعات بيسميها سيكشنز او ارياز. هل عندي المانجمنت بلان فيها كل البروتوكولز الخاصه بالمانجمنت، وان انا هبقى مسؤول عن تامين الجزء ده، ان انا الاول امن المانجمنت بلان. يعني ايه امن المانجمنت بلان؟ بستخدم بروتوكول مثلا انسكيور زي التيل نت، واي حد ممكن يعمل سنيفنج ويشوف اليوزر نيم والباسورد بتوعي، وبالتالي ممكن هو يمانج الراوتر. فلا، انا هستبدل البروتوكول ده ببروتوكول تاني مثلا زي اس اس اتش. بلوجن على الراوتر مثلا بالاتش تي بي، لا هبدا استخدم الاتش تي بي اس ونشوف ازاي ان احنا نكونفيجر الراوتر ده. بستخدم الاس ان ام بي مثلا فيرجن 1 او 2، ده مش سكيور، هبدا استخدم الاس ان ام بي فيرجنز. فده بيسموه الايه؟ بيسموه عموما المانجمنت بلان، وهنشوف ازاي ان احنا نسكيور المانجمنت بلان دي. الكنترول بلان زي ما قلنا البروتوكولز الترافيك ذات نتورك ديفايسز يوز اون زير اون. هنا الاو اس بي اف ابديت والحاجات دي انا ماليش تدخل فيها كادمن، هو البروتوكول نفسه بيشوف ان في ابديت ويبدا ان هو يبعت. فممكن اي حد يوصل على الشبكه مثلا باي فيك راوتر ويبدا يبعت فيك ابديت يبوظ الدنيا. فهنشوف ازاي ان هنسكيور الكنترول بلان عن طريق ان انا اعمل راوتنج بروتوكول اوثنتيكيشن، وازاي ان انا زي ما قلنا ازاي ان انا اسكيور الترافيك اللي بيوصل للبروسيسور بتاع الراوتر نفسه عن طريق حاجه اسمها الكنترول بلان بوليسنج او الكنترول بلان بروتكشن، واوثنتيكيت ونشوف الاوثنتيكيتد راوتنج بروتوكولز ابديت. داتا بلان الجزء الاخير اللي هو الترافيك الخاص بتاع اليوزر، ترافيك ذيس انكلود ترافيك ذات از بينج فورورديد ثرو ذا نتورك. طب انا هسكيور الترافيك ده ازاي؟ عن طريق الاكسس ليست، وعن طريق عزل الاجهزه عن بعضها، عن طريق البرايفت في لانز او غيرها. هنشوف لما نيجي نتكلم في جزء الداتا بلان هنشوف المواضيع ده هنتكلم فيها ازاي. هنا هياخد نظره عامه كده عن المواضيع اللي هيتكلم فيها بالنسبه لموضوع المانجمنت بلان. اول حاجه ان انا انفورس باسورد بوليسي، طبعا هو هيسردهم هنا واحده واحده ويبدا بعد كده يتكلم عنهم ان ديتيلز. ازاي ان انا انفورس باسورد بوليسي؟ الباسورد عندك ما تبقاش سهله التخمين، ان اي حد يخمنها، ما تبقاش 1 2 3، ما تبقاش لها عدد معين من الايه؟ عدد معين من الكلمات. المفروض بتحدد الماكسيمم نمبر اوف لوجن اتيمبتس. ثاني حاجه المينيمم باسورد لينث، يعني اول حاجه تحدد ان الباسورد دي كلها عدد معين من الحروف، ما تبقاش سهله انها تتكسر برقمين او ثلاثه.
تاني حاجة انك ما بتسيبش عدد محاولات الدخول على الراوتر مفتوحة، لان اي هاكر بيستخدم اي برنامج لكسر الباسورد بيحاول محاولات كتير، فانت المفروض الاكونت يتعمل له يتقفل او يتعمل لوك اوت بعد عدد محاولات معينة. ان انا امبلمنت الار باك او رول بيزد اكسس كنترول، ان انا يبقى عندي كذا ليفل من الاكسس على الراوتر، مش كل اكونت يلوجن على الراوتر يكون ادمن، لازم ان انا يبقى عندي اكتر من ليفل. افرض ان انا عندي مثلا عاوز شخص بس يعمل شو مش اكتر، او شخص مثلا يكتب امر معين بعين، فانا لازم اظبط الكلام ده عن طريق حاجه اسمها الايه الار باك، وهنشوف الكلام ده بيتم ازاي. زي ما قلنا طبعا ممكن يتم عن طريق الاي سي اس سيرفر، لو انا عندي اي سي اس سيرفر ممكن اخلي اليوزر ياخد صلاحياته من على السيرفر ده، او ممكن عن طريق الايه حاجه على الراوتر اسمها البارسر فيوز. استخدم بروتوكول تريبل اي عشان تبقى متابع مين اللي عمل ايه وعمل امتى، والتايم عشان تظبط التايم لازم يبقى عارف اليوزر ده عمل امر كذا يبقى عمله الساعه كذا، فلازم يبقى عندك يبقى التايم عندك متظبط عشان لما يجيلك لوج ان في حد عمل حاجه يبقى التايم مظبوط. استخدم بروتوكول اس ان بي، الاس ان بي لسه طبعا هنتكلم عنه ديتيلز وهنشرح الاس ان بي وهنشوف ازاي نستخدم الاس ان بي النوع الفيرجن الثالث من الاس ان بي اللي هو اس ان بي فيرجن 3. اكونترول اي اي بي الاود ان هو يعمل لي مانجمنت سيشن. هو انا لما بفعل البروتوكولات الخاصه بالمانجمنت على الراوتر ساعتها بيكون اليوزرز اي حد طالما واصل لاي بي بتاع الراوتر له حق ان هو يعمل مانجمنت عليه. انا عاوز اليمت الموضوع ده، ممكن اليمته على انترفيس معين وممكن اليمته على اي بي هات معين، يعني انا فعل التلنت بس عايز التلنت ما يجريش الا من على انترفيس معين، انترفيس كذا بعينه. طبيعي ان هو باي ديفولت الراوتر طالما انت فعلت الفي تي واي او التيرمينال سيشنز على الراوتر خلاص من اي انترفيس فيه ممكن تلوجن وتعمل تنت عليه. لا انا عاوز ليميت لايبات معينه، طبعا ده عن طريق الاكسس ليست اللي اتطبق على الفي تي واي، او ممكن عن طريق ان انا اكونفيجر انترفيس معين على الراوتر يكون كمانجمنت انترفيس، وبالتالي هو ده بس الانترفيس اللي يقدر يستقبل المانجمنت ترافيك. اللوك داون سيس لوج، السيس لوج ده هنتكلم عنه لسه قدام، زي ما قلنا هو هنا بس بيستردك الحاجات اللي هيتكلم عنها بعد كده. سيس لوج ان انا عندي السيس لوج ده اللوجات اللي الراوتر بيبعتها لي على الشبكه، هو باي ديفولت كبروتوكول بيبعت لي كل حاجه كلير تكست، فيفضل ان انا استقبل اللوجات دي في نتورك بنسميها الاوت اوف باند او شبكه او في لانز بس مخصصه للمانجمنت، بحيث ان الترافيك ده ما يختلطش بترافيك النتورك او البرودكشن، بحيث ما فيش اي حد يقدر يعمل له سنيفنج، لان باي ديفولت السيس لوج بيبعت الترافيك بتاعه كله ايه كلير تكست. الاو او بي او الاوت اوف باند عباره عن سيبريت في لان مخصصه بس للايه للمانجمنت ترافيك. اللوجن ريتراي لوك اوت، نعمل لوك اوت ليوزر اللي هو بيحاول يلوجن اكتر من مره. استخدم انكريبتد مانجمنت بروتوكولز، استخدم اس اس اتش بدل تل نت، استخدم اتش تي بي اس بدل اتش تي بي، استخدم الاس ان بي فيرجن 3 بدل الاس ان بي فيرجن 1 واللي هو والفيرجن 2 سي، وظبط موضوع اللوجنج والمونيتورنج هنشوف الكلام ده ازاي نطبقه، وازاي ان انا اسكيور السيستم فايلز، وازاي ان انا اوقف الخدمات اللي مالهاش لازمه عندي اللي مش شغاله على الراوتر، وان انا اعمل اس بي دي او سيلكتيف باكيت ديسكارد، ان انا اعمل بريورتنج لترافيك معين او ان انا ابريتورايز ترافيك معين ادي له اولويه عن ترافيك تاني. ده كان بالنسبه للايه للمانجمنت بلان الحاجات اللي هيتكلم عنها. بالنسبه للداتا بلان ترافيك اليوزر، ممكن تحمي ترافيك يوزر عن طريق اكسس ليست، برايفت في لان، برايفت في لان ان انا بقسم الفي لان الواحده لاكثر من في لان بدل ما ارجع لوجيكال طبعا، بدل ما يعني ما ارجع اقسم الفي لان الواحده لفيلانز تانية واغير في الاي بيهات، لا انا هقسم الفيلان الواحده لمجموعه من السب فيلانز جواها عن طريق حاجه اسمها الايه البرايفت فيلان، وهم ستيل برضه في لسه في نفس رينج الاي بيهات بدون ما اغير اي بيهات بدون ما اغير اي حاجه ولا اقسم لفيلانز جديده، هاجي اخش جوه الفيلان الواحده واكريت حاجه اسمها ايه سب فيلان او سكندري فيلان. اكون فجأة الاس تي بي جارد ان انا امنع جهاز معين او اجهزه اليوزرز ان هم يبعتوا اي اس تي بي باكيتس، وده في جزء السويتشنج لسه هنتكلم عنه. الاي او اس اي بي اس شغل الراوتر كاي بي اس، نزل عليه خدمه الاي بي اس وهو ان هو يقدر يتشيك على الترافيك اذا كان في اتاك ولا لا عن طريق الاي بي اس، برضه لسه هنتكلم عنه قدام. وان انا اعمل حاجه اسمها الزوم بيزد فاير رول، وافعل حاجه اسمها تي سي بي انترسبت، ان في نوع من انواع الدوس اتاك ان الهاكر بيبدا يبعت او يحاول يفتح سيشن مع جهاز اليوزر
من بره الانترنال عندي ويبدا يخلي السيشن غير مكتمله، يعني يبعت سينك ويستقبل سينك ات. عارف فتح السيشن بتاخد 3 خطوات اللي هم الثري واي هاند شيك، الاول اللي بره يبعت سينك وبعد كده يستقبل سينك ات، ومش هيكمل السيشن، هيسيب السيشن كده معلقه ويفضل يبعت طلبات كتير بالشكل ده لحد ما ياثر او يعمل دوس اتاك على الجهاز اللي عندك في الشبكه. فهنا بفعل على الراوتر حاجه اسمها تي سي بي انترسبت، ان انا بخلي الراوتر يبص على عدد الهاف فورم سيشنز، يعني على السيشنز اللي مفتوحه ومش مكتمله، ويبدا يقفل ايه، يقفل السيشنز دي عشان كده يحميك من حاجه اسمها السينك فلودنج اتاك. في الفيتشر اللي هي زون بيزد فاير وول دي على الراوتر، فيها الفيتشر دي من ضمن المميزات او الحاجات الكويسه اللي عملتها لخاصيه الزون بيزد فاير وول، ان هو فعل لي التي سي بي انترسبت ده، وهنشوف ازاي نكونفيجر الكلام. اليو ار بي اف عشان امنع الاي بي سبوفنج، ان انا امنع اي جهاز انه يبعت داتا على الشبكه باي بي جهاز تاني، بنسمي ده الاي بي سبوفنج، هنتكلم عنه في جزء الايه، في جزء اليو ار بي اف. البورت سكيورتي والدي اتش سي بي سنوبنج والديناميك ار بي انسبكشن، ده في جزء السويتشنج زي ما قلنا هنتكلم عنه في موضوع السويتش. تعال نشوف بقى بدايه التنفيذ بقى للكلام ده. اول ناخد موضوع سكيورنج المانجمنت بلان. طيب بدايه المانجمنت بلان ان انا اامن موضوع الباسورد، الباسورد لينس. باسورد لينس انت الطبيعي لو عندي جيت على الراوتر كونفتي قلت له يوزر نيم يوزر 1 وباسورد 1 122، ما عنديش مشكله بيكريت باي حاجه ما فيش مشكله. طيب انا بقى عاوز ان انا الامت الموضوع ده، لازم اقول ان الباسورد على الراوتر ما تقلش عن عدد معين، فاقول سكيورتي باسورد مينيمم لينس الباسورد ما تقلش عن مثلا 6 حروف او 8 حروف مثلا. طب واللي اتعمل قبل كده خلاص، اللي اتعمل قبل كده ده ما عندناش دعوه بيه، احنا من اول دلوقتي. فانا جيت كده قلت له سكيورتي باسورد مينيمم لينس مثلا 6 حروف كده. لو انا عدت الكوماند تاني مثلا بيوزر تاني غير يوزر 1 ده قلت له يوزر 2، هيقول لي لا كده خلاص الباسورد اخرها من 6 لحد كام؟ لحد 25. هيقول له لازم تكون اتليست المينيمم لينس كام؟ 6 حروف. فلو هكريت يوزر جديد مثلا اقول له يوزر نيم يوزر 2 وباسورد كلمه باسورد مثلا، ما عندوش مشكله لانها كده طبقت الايه، الحد الادنى لعدد الحروف في الباسورد. كمان استخدم انيبل سيكريت بدل انيبل باسورد. اي باسورد بتتكتب لو انت جيت كده عملت له انيبل باسورد سيسكو 123، طبعا انت عارف ان كده الباسورد السيفت في الرننج كونفيجريشن ككلير تكست، يعني لو اي حد عمل شوران هيشوف ان الباسورد دي موجوده في الاورنج كونفيجريشن ايه كلير تكست. فعشان كده بقول لك استخدم الانيبل سيكريت بدل انيبل باسورد عشان الباسورد تتسيف في الاورنج كونفيجريشن انكريبتد او هاشد بالايه، هاشد بالام دي 5. يبقى انا اقول كده انيبل سيكريت باسورد شوران، هتلاقيها ايه موجوده متهيئشه بالشكل ده. طيب الباسورد كان انكلود الفا نيوميريك كاركترز ميكس اوف ابر اند لور كيس كاركترز. الباسورد المفروض تكون فيها رموز وحروف وارقام وكابيتال وسمول عشان تحاول تخليها معقده قدر الامكان عشان ما فيش حد يحاول ان هو يخمن الباسورد دي. خلاص الباسورد should not use words that may be found in a dictionary. حاول ما تستخدمش كلمات تكون موجوده في قاموس، لان اغلب الهاكرز بيحاول يكسر الباسورد بناء على قاموس موجود معاه. اذا ما غلب الاول في القاموس يبدا بقى بعد كده يحاول على ايه، على البروت فورس اتاك اللي منه بيحاول كل الطرق الممكنه. طبعا ده بياخد وقت طويل جدا. الليدنج سبيس ان باسورد ار اجنورد، يعني انت بدات باسورد بمسافات السبيس بتتحسب في الباسورد بس ما تتحسبش لو في الاول، يعني الليدنج سبيسز بس اللي هي اللي بتبقى اجنورد. يعني بدات باسورد بسبيس خلاص دي مش شغال، لكن جوه الباسورد بتتحسب. والباسورد شود بي تشينجد بيريودك، المفروض كل فتره بتغير الايه، بتغير الباسورد. طيب تاني حاجه في سكيورنج مانجمنت بلان، استخدم البروتوكول تريبل اي عشان توثنتيكيت اليوزر. ده من ضمن طبعا البروتوكول تريبل اي خدناه وشرحناه وقلنا ان ده بروتوكول مهم جدا في عمليه الاوثنتيكيشن وفي الاوثورايزيشن وفي الاكونتنج. بعد كده حدد لي رول بيزد اكسس كنترول، ما تخليش الناس كلها ليها اكسس على الراوتر بنفس الايه، بنفس الصلاحيات.
لازم عندك اكتر من ليفل، في شيء ادمن وفي ليفل اقل منه وفي ليفل اقل منه وهكذا. وده هيتعمل بطريقتين اتنين، اما عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها البريفليج ليفل، او عن طريق حاجه اسمها الفيو. البريفليج ليفل ده رقم بياخده اليوزر، او رقم من الليفل من زيرو، بادئ من زيرو لحد 15. باي ديفولت بريفليج ليفل 15 هو ده الادمن. يعني انت عندك اليوزر لما بيتنقل من يوزر مود اللي هو اصلا فيه اللي هو ليفل 1، انت عندك اليوزر مود اول ما اليوزر بيلوجن على الراوتر بيلوجن كده فين؟ هو كده في ليفل، في ليفل 1. تمام، عندك زيرو، ليفل زيرو وليفل 1 هتلاقيهم واخدين نفس الايه، نفس الشكل ده، من اول 2 لحد 15 يبدا ياخد الايه، البريفليج ليفل اللي هو ايه، اللي هو علامه الهاش ده. فلو جيت على الراوتر ده كده اول ما بتلوجن كده على الراوتر، انت كده حالا في اليوزر في البريفليج مود اللي هو بريفليج ليفل 1. طبعا هتلاقي فيه شويه اوامر، كلها اوامر شو، او ملهاش تاثير على ملهاش تاثير على الراوتر. فيه ليفل قبليه اللي هو بريفج ليفل 0 ترو انيبل، انيبل 0، وكده فعلا دخلنا على البريفج ليفل 0، ما فيهوش غير شويه اوامر صغيرين جدا اللي هو ديسيبل وانيبل واكزيت وهيلب لوج اوت. فانت عندك 16 ليفل من 0 ل 15. تمام، انا بكتب امر انيبل وبعديها بحدد رقم الليفل. لو انا كتبت انيبل من غير ما احدد الرقم اللي بعديه كده انا كاني بكتب انيبل 15، يعني ان كاننا داخل على ايه، على البريفليج ليفل اللي هو 15 اللي هو ادمنستريت. لو قلت له كده شو بريفليج هتلاقي انه موجود فين، في بريفليج ليفل 15، ان انا عملت انيبل بس اللي زي ما قلنا بتساوي ايه، بتساوي انيبل 15. يبقى لما نشوف البريفليج ليفلز هنلاقي عندي ان انا هو شود كونكت تو ذا ديفايس and what that person should be able to do with it. يبقى الليفل بحدد صلاحيات اليوزر اللي هيلوجن على السيستم، وبحدد ايه الاوامر بس المسموح له ان هو يعمل. عندي في الليفلز عندي اليوزر اكزيك ليفل، ده اللي هو باي ديفولت زي ما قلنا بريفج ليفل 1، زي ما قلنا فيه ليفل اقل منه اللي هو بريفج ليفل 0، ما اعرفش لازمته ايه اصلا بريفج ليفل 0 ده. خلاص المفروض ان ده ذا لوست اكزيك مود، من اول بقى من فوق البريفج ليفل ده لحد 15 عندك ده الايه، ده اللي هو اعلى ليفل، وبينهم ممكن ان انا بقى احدد او احدد ليفلز معينه واحدد فيها اوامر معينه. يبقى اللي هياخد 15 ده ادمنستريتور، ده الادمن، ده المتاح ليه كل الايه، كل الاوامر. في موضوع البريفج ليفلز لو انا مثلا عملت بريفج ليفل 7، مجرد ما بكريت اي بريفج ليفل بيشمل كل اوامر البريفج ليفلز اللي تحتيه. يعني لو انا كان عندي مثلا بريفج ليفل 1 وانا عملت مثلا بريفج ليفل 3، مجرد ما كريت 3 هو اوتوماتيكال هيحتوي على ايه، على الاوامر الموجوده في بريفج ليفل 1. لو عملت بريفج ليفل 7 هو اوتوماتيكالي بيشمل الاوامر الموجوده في البريفج ليفلز اللي تحتيه، بشرط ان انا لو حددت للليفل امر معين بيتسحب باللي تحته. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي مثلا بريفج ليفل 1 ده متاح فيه مثلا البنج، مثلا متاح فيه انه يعمل تيل نت او يعمل اس اس اتش، فدي متاحه، اوامر متاحه في بريفج ليفل 1. لو انا جيت في بريفج ليفل 3 اول ما بكريته هو اوتوماتيكالي بيشمل الاوامر الموجوده فين؟ في بريفج ليفل 1. بس لو خصصت له امر معين زي امر البنج اللي هو اصلا واخده من ليفل 1، لو خصصته له ساعتها هيتسحب منين؟ هيتسحب من 1، ومعاه برده كل بقيه الاوامر اللي هي ايه، اللي هي موجوده في ليفل 1. طب انا بعمل ليه كده؟ عاوز اسحب كوماند من ليفل معين اخليه ليفل معين، فليفل اعلى منه، فبخصصه لليفل الاعلى منه. كذلك في 7، 7 هتلاقي شمل كل الموجود في 3 بما فيها الموجود في 1 اللي فيها ايه، اللي فيها البنج وفيها التلنت. طب لو انا جيت على 7 حددت له مثلا، خصصت له التيل نت، التيل نت خلاص اتسحب من 3 واتسحب من 1. ففي البريفج ليفلز كل ليفل بيشمل كل الاوامر اوتوماتيكالي بينهرت او بيشمل كل الاوامر الموجوده
في الليفل اللي تحتيه، ولو خصصت له كوماند بيسحب من اللي تحته. طيب اليوزر هيستخدمه ازاي؟ اليوزر هيستخدمه بطريقه من اتنين، يا اما اليوزر وهو بيلوجن يكتب انيبل مسافه ورقم الليفل 7، وساعتها هياخد نفس الاوامر الموجوده في البريفج ليفل ده او اللي انا خصصتها للبريفج ليفل ده. يا اما الطريقه الثانيه ان انا كاريت اليوزر، اقول اليوزر نيم كذا واديله، اقول انت في بريفج ليفل كام؟ 7. ساعتها الاكونت هيلوجن باليوزر نيم والباسورد بتوعه، اوتوماتيكال هياخد الايه؟ هياخد الصلاحيات الموجوده في بريفج ليفل 7. ايهما افضل؟ الافضل انك تستخدم الطريقه دي. ليه؟ لان هنا انت ممكن تعدل براحتك في الليفلز، اليوزر مش كل شويه تقول له خش لي ب7، خش ب8، خش مش عارف ب5، لا انت سيب اليوزر يخش بالاكونت بتاعه، يوزر نيم والباسورد بتاعه، وانت غير في صلاحياته براحتك. يعني انت مثلا عاوز تنقله من بريفج ليفل 7 ل5، عيد الكوماند بتاعه تاني وغير الليفل بتاعه من 7 ل5، ساعتها لما يلوجن بالاكونت بتاعه هيلاقي متاح ليه بس الاوامر الفين اللي موجوده في 5. طيب تعال نشوف الموضوع ده. الامر اللي هكريت بيه الليفلز، انا طبعا هنا في بريفج ليفل 15 اهو، مش هقدر اكريت، لازم اخش الاول على 15 واقول له كده كونفتين. هكريت بريفج ليفل اكزيك ليفل 3 مثلا زي ما قلنا، واحدد له امر معين يكون مرتبط بالليفل ده. مثلا اقول ده هيعمل كونفيجر تيرمينال كده. المفروض الاوامر اللي هتكون موجوده في بريفج ليفل 3 هي كل الموجود في بريفج ليفل 1 بالاضافه الى كونفيجر تيرمينال. طب لو انا حددت له بينج، بينج خلاص، بينج يتسحب منين؟ يتسحب من يتسحب من 3، يتسحب من 1. طيب لو جينا كده هعمل مثلا احدد له باسورد، اقول انيبل سيكريت للليفل 3، احدد له مثلا سيسكو 1 2 3 عشان ادخل على 3. اعمل اكزيت ديسيبل، اقول له انيبل 3 وده الباسورد سيسكو 1 2 3. دخلنا على بريفج ليفل 3، شو بريفليج هيقول انا موجود فين؟ موجود في 3. الاوامر المتاحه هنا هتلاقي كل الاوامر اللي كانت موجوده في بريفج ليفل 1، منها البنج، منها التيل نت، الاس اس اتش، تمام، وبالاضافه لايه؟ للكونفيجر كونفتي كونفيجر تيرمينال اهو موجود معايا هنا فين؟ في بريفج ليفل 3. طيب انا عاوز بقى اسحب البنج من بريفج ليفل 1 اخليه ل 3، يبقى اعمل كده اكزيت من هنا او ديسيبل، واقول له انيبل بس، هيدخلنا على بريفج ليفل 15، واقول له كونفتي، وعيب بقى الكوماند بتاع 3 ده، واقول له هنا ايه؟ حط لي كمان مع 3 البنج. ما هو اصلا كان واخد البنج، بس انا كده سحبته خلاص من ايه؟ سحبته من 1. لو عملت اكزيت، عملت ديسيبل، انا حالا موجود في بريفج ليفل 1، اعمل هنا كده اشوف البنج فين؟ باد بي بي، اظن انت شايف البنج ايه؟ البنج اتسحب من بريفج ليفل 1 بقى في 3. ليه؟ لان انا خصصته اصلا لثلاثه، دخلت على ثلاثه، انتوا معاه، انتوا على ليفل ثلاثه، قلت له انت معاك امر البنج، فخلاص اتسحب من كل تحتيه سواء 1 او 2. طيب وهنا طبعا ستيل 1 لسه معاه اس اس اتش ومعاه مثلا التيل نت. طب تعالى كده نشوف ليفل اعلى، اقول له انيبل، دخلت انا كده على 15، اقول له كونفتي، هكريت مثلا هنا بريفج ليفل زي ما قلنا 7، واديله التلنت، واديله الاس اس اتش، واديله البنج. كده ايه اللي حصل؟ خد كل الاوامر الموجوده في 3 و1، وطالما تخصص له التلنت والاس اس اتش والبنج سحبهم من 3 ل1، ما عادوش متاحين ل 3 ل1، تمام. طيب تعالى بقى نعمله الباسورد، نقول له انيبل سيكريت لليفل 7، اعمله مثلا باسورد سيسكو 1 2 3، اكزيت ديسيبل انيبل، نخش كده ب3 سيسكو 1 2 3. هتشوف المتاح عندك في الاوامر، هتلاقي ان التيل نت والاس اس اتش والبنج خلاص ما عادوش متاحين. ليه؟ لان في واحد اعلى منه
اتخصصوا له او خدهم ليفل اعلى منه. تعالى كده نشوف الاول البنج فين. البنج اهو اتشال من 3، الاس اس اتش ما عادش موجود، التيل نت كذلك برضو التيل نت ما عادش موجود خلاص. وبرضو طبعا اكيد في واحد كل ده مشي خلاص، ما عادش لا فيه لا بنج ولا تيل نت ولا اس اس اتش ولا الكلام ده كله، ما عادش موجود هنا حتى البنج. ايه حتى البنج مشي تمام. طب نشوفهم موجودين في 7، قالوا انيبل 7 وده الباسورد سيس 1 2 3. خش على بريفي جي في 7 هتلاقي هنا الاس اس اتش موجود اهو والتيل نت موجود والبنج. طيب يبقى كده ادي اول طريقه ان اليوزر يلوجن على النتورك بالايه؟ زي ما شفنا كده، يقول له انيبل مسافه ورقم واسم او رقم بريفج ليفل، وساعتها يدخل الباسورد ويستخدم الاوامر الموجوده فين؟ في البريفج ليفل ده. طب انا عاوز اربطها بطريقه ثانيه عن طريق اليوزر نيم، هقول له كده هديسيبل ده، هدخل على انيبل وده الباسورد، هدخل على ادمن 15 اهو، شوف بريفج 15 كونف تي كاريت يوزر نيم اسميه احمد واديله بريفليج 3 والباسورد احمد 123. ساعتها لو احمد ده ديسيبل هيلوجن اهو باسمه احمد وده الباسورد احمد 123، هيعمل شو بريفليج هيلاقي نفسه فين؟ واخد بريفليج ليفل 3، يعني لا متاح ليه لا بينج ولا اس اس اتش ولا تيل نت. شوف كده الامر المتاح ليه، هتلاقي البي اهي مفيش لا بينج، الاس اس اتش مفيش اس اس اتش، والتي مفيش ايه؟ مفيش تيل نت. مفيش، الامر مش متاح تمام. طيب نشوف الران كونفيجريشن عشان تشوف البريفليج ليفل اللي انت موجود فيه، يا اما تعمل امر شو بريفليج يا اما تعمل شو ران مش متاح لي شو ران ديسيبل ولو انيبل 15. خش على الادمن ولا الباسورد عشان اشوف اليوزرز اللي عندي، اقول له شو ران اليوزرز، هتلاقي عندي يوزر 1 ده واخد باسورد كذا، هو ده اليوزر اللي اسمه احمد، ده واخد بريفليج ليفل كام؟ واخد بريفليج ليفل 3 والباسورد بتاعته احمد 123. وهنا ازاي ان انا اربط يوزر معين واديله ليفل معين. هنا وانا بحدد باسورد اليوزر بقول له يوزر نيم، بحدد اسم اليوزر، وبعديها بحدد البريفج ليفل، وفي الاخر الباسورد. يبقى اليوزر ثم الصلاحيات بتاعته ثم في الاخر الباسورد، بقول له سيكريت وبعديها بكتب الايه؟ بكتب الباسورد. وهنا الباسورد لو انا جيت بعد اليوزر، لو جيت كده بعد كلمه سيكريت وكتبت الباسورد على طول، يبقى دي هي الباسورد الكلير، دي الباسورد الحقيقيه اللي انا بكتبها اصلا لما انا بدخل. مثلا دي هتبقى مثلا ايه؟ سيسكو مثلا 1 2 3، دي الباسورد اللي انا بكتبها اثناء الدخول. طب افرض ان انا عاوز، طبعا انت عارف ان انا لما باجي بعمل للراوتر امر سيكرت هو بياخد الباسورد دي ويسجلها عنده متهيشه. طب افرض ان انا معايا الهاش وعاوز افهم الراوتر، اقول له ده الهاش فاليو مش الباسورد نفسها، ده الهاش بتاعها. الهاش بتاعها يا اما تكون متهيشه بالام دي 5 يا اما تكون متهيشه بالايه؟ بالسكيور هاش 256. وساعتها هقول للراوتر ايه؟ هقول للراوتر يوزر نيم كذا وده البريفج ليفل بتاعه والسيكرت الباسورد مسافه رقم 5. لو كتبت رقم 5 هو كده فهم ان اللي جاي بعد الرقم 5 ده هو الهاش بتاع الباسورد بالام دي 5 مش الباسورد نفسها، يعني بعدها مش هكتب له بقى سيسكو 1 2 3. سيسكو 1 2 3 ده هي الباسورد نفسها اللي انا بخش بيها، لكن لو انا عاوز اديله الهاش بتاعها ليه بعمل كده؟ لو انا عاوز مثلا مش عاوز حد يشوف خالص الباسورد ولا حد يسنف ولا حد يعمل اي حاجه، فانا بدخل للراوتر الايه؟ الهاش بتاع الباسورد على طول. او ان انا ادخله مثلا الهاش الاقوى اللي هو السكيور هاش، سيكيور هاش 2 256، هديله اقول له ايه؟ اقول له البريفج ليفل كذا والسيكريت مسافه 4، مسافه ايه؟ قيمه الهاش مشفره بالايه؟ بالسيكيور هاش 256. طيب عشان الوجن بيظهر معايا زي ما شفت من شويه، بقول له ايه؟
امر لوجن. طيب زي ما قلنا عندي ليفل 2 اللي هما الليفل 0 وليفل 1. ليفل 0 بري ديفايند فور يوزر ليفل اكسس بريفج انكلود اونلي ديسيبل وانيبل، زي ما قلنا برضه انا مش عارف بتوع ايه. ليفل 1 ده اللي هو اول ما بتلوجن على روتر انت باي ديفولت بتلوجن، ذا ديفولت فور لوجن يوزر كانت ميك اني تشينجز او يفيو رانينج كونفيجريشن فايل. خلاص طيب قالوا بقى ان الطريقه دي مش مجديه شويه، حته ان انا اعمل صلاحيات وان انا يعني كل ليفل اوتوماتيكال يشمل اللي تحتيه والشغلانه كده ملخبطه. فبعد كده اتجهوا لحاجه اسمها الرول بيزد اكس كنترول، ان انا هعمل حاجه اسمها فيو، هديك رول معينه او وظيفه معينه او هعمل لك حاجه اسمها فيو. الفيو ده فيه شويه اوامر، هنا ما فيش علاقه لحد بحد تاني، مش بقى الليفل 7 ياخد اللي في 5 و5 ياخد اللي في 3، ما فيش القصه دي. ده انا هحدد لك فيو معين والفيو ده فيه شويه اوامر والاوامر دي بتاعتك. ممكن الاوامر تتكرر في فيو تاني مفيش مشكله. يبقى هنا كده نيجي على الفيوز. هنا بقى هعمل ايه؟ هاجي هنا هكلف مثلا فيو او رول مثلا اسميها دول مثلا دي مثلا بتوع الاي تي، فيها مثلا اوامر ايه؟ فيها اوامر الكونف تي وفيها وفيها وفيها. وفي مثلا فيو ثانيه مثلا اسميها مثلا هيلب ديسك، فيها ايه؟ فيها اوامر الشو، فيها يعمل بينج، فيها يعمل تيل نت وهكذا. مفيش علاقه بده بده، ممكن الامر اللي هنا يتكرر هنا، ممكن الامر اللي هنا يتكرر في فيو ثالث. تمام؟ يعني مثلا هنا عملت هنا امر الشو والبينج والتيل نت، هنا عاوز اعمل مثلا امر الاس اس اتش ومعاها اي امر تاني. افرض ان انا عاوز ادمج اتنين فيوز مع بعض، او في يوزر عاوز ياخد الاوامر الموجوده في اتنين فيوز، هنا بعمل له حاجه اسمها سوبر فيو. السوبر فيو بيشمل الاوامر الموجوده في اكتر من فيو، يعني السوبر فيو نفسه بيشمل فيوز، عباره عن بدمج اكتر من فيو مع بعض. بدل ما ارجع اعيد الاوامر تاني واحطهم في فيو، ممكن اعمل فيو تالت او فيو رابع هنا واعيد الاوامر ديك هنا والاوامر دي هنا. بس انا الاسهل ان انا اعمل لي سوبر فيو واخليه يشمل الاوامر الموجوده في ده والموجوده في ده. والسوبر فيو ده لو اتحذف الاوامر الفيوز اللي جوه ما بتتحذفش، ترجع بس لطبيعتها تاني منفصله عن بعضها. تمام؟ فانا ممكن اعمل فيو، الفيو ده عباره عن مجموعه اوامر بجمعها مع بعضها وبربطها بيوزر معين، وزي ما عملت بالظبط في بريفج ليفل بعمل مع الفيوز. احدد شويه اوامر، ويا اما اليوزر هيلوجن بالفيو زي ما كان بيلوجن كده بالبريفج ليفل برضه هيلوجن بالفيو، او ان انا اربط الفيو بالاكونت برضه زي ما عملنا مع البريفج ليفل، ويفضل الاكونت يخش هو مش شايف حاجه وانا بقى ايه انا في الباك جراوند، انا بحدد الفيو بتاعه وبربطه بالاكونت، حبيت اغيره بغير بالامر تاني على الراوتر وهو بيتعامل بس باليوزر نيم والباسورد بتوعه. خلاص؟ فدي هنا فكره الفيوز، ان انا ما عادش حاجه غصب عني تاخد حاجات من حاجات تانيه، لا ده هو فيو في اوامر معينه بحددها له، والاوامر دي عايز اعملها ليوزر معين واربطها بالاكونت بتاعه او اخليه يلوجن بالايه؟ يلوجن بالفيو. طيب اولا زي ما كنت بكريت الليفلز بريفج ليفلز من ليفل 15، هنا عندي في حاجه اسمها الروت فيو لازم الوجن عليه الاول عشان ان انا ايه؟ اكريت فيوز من جوه الايه؟ من جوه الروت فيو ده. ده رود فيو له نفس الاكسس بريفج زي الموجوده برضو فين في بريفج ليفل 15، لازم تخش جوه الفيو ده الاول عشان تقدر تكونفيجر ايه اني فيو. من جوه بقدر اكريت سي ال اي فيوز، كريت فيو زي ما انا عاوز، كل فيو فيه شويه اوامر بحددها له. وهنا طبعا نو كوماند هيراركي، يعني ما فيش زي السبعه ياخد بخمسه وعشرة ياخد اللي في سبعه، وما فيش الكلام، ما فيش الكلام ده هنا خلاص. ونفس الكوماند ممكن يتكرر في اكتر من فيو مش علاقه ببعض. خلاص ماكسيمم ليميت عندي لحد اقدر اكريت لحد 15 فيو. السوبر فيو فيها بضم فيه ايه؟ اكتر من فيو. خلاص والفيو الواحد ممكن يتكرر في اكتر من سوبر فيو. خلاص لكن هنا ما اقدرش احط اوامر في السوبر فيو، السوبر فيو عباره عن فيو كبير بحط جواه فيوز بس. كوماندز كانوت بي كونفيجرد فور ا سوبر فيو. والسوبر فيو والفيو نفسه كل واحد فيهم له باسورد عادي جدا، كانه ايه؟ كانه فيو عادي جدا.
ديليتنج زي ما قلنا حذف الصور فيو ما بيحذفش الفيوز اللي جواه، هو بس بترجع طبيعتها تاني، ما هياش ايه منفصله عنه مش اكتر. طيب تعالى بقى نشوف ازاي ان احنا نكونفيجر الايه، نكونفيجر الفيوز. اول حاجه هيعتمد على بروتوكول التريبل ايه، لازم يكون عندي مفعل على الراوتر بروتوكول التريبل ايه. تاني حاجه لازم اعمل باسورد على الانيبل زي اللي عملنا من شويه، اعمل انيبل باسورد او انيبل سيكريت، عشان دي الباسورد اللي هلوجن بيها على الروت فيو اللي هو زي يكافئ بريفج ريفل 15 عشان ابدا اكريت من جوه الايه الفيوز واقدر الينكها بالايه، الينكها باليوزرز. فهي هنا على الراوتر ده مثلا اقول له كونف تي، اقول له انيبل باسورد سيسكو، عملنا انيبل باسورد. طيب برضو نفعل زي ما قلنا نفعل تريبل اي، اقول له تريبل اي نيو موديل اكزيت ديسيبل، اقول له انيبل فيو، دخلني على الروت فيو، طلب الباسورد سيسكو اهي، طبعا عملت ريسيت للراوتر بدون ما سيف. انا كده جوه روت فيو، شو فيو شو بارسل فيو، انا كده موجود جوه الروت. طيب هنا بقى ابدا اكريت اكريت فيوز، هقول له هون انيبل سيكريت، اقول له بارسل فيو، بارسل فيو هكريت فيو ولكن اسمه فيو 1، هقول له كوماندز اكزيك، وهنا عندي الاختيارات يا اما انكلود يعني يشمل او ان انا عايز اضيف امر معين للفيو ده، او انكلود اكسكلوسيف ان انا يعني بخلي الامر ده بس للفيو ده وبسحبه من اي باكسكلوده من اي من اي فيو تاني، او ان انا اكسكلود ان انا عاوز احذف امر منين، ان انا بشيل امر من الفيو ده، لو عندي اصلا فيو فيه شويه امر عاوز احذف منه امر بحذفه بالايه بالاكسكلود، عاوز اضيف له امر بضيفه بانكلود، عاوز اضيف له امر واخليه مخصص له هو بس بضيفه بالايه بالانكلود اكسكلوسيف. فانا هنا اقول له انكلود بيشمل مثلا البنج ماشي، طب احط له باسورد الاول سيسكو، عايد الكومنت تاني ياخد البنج وياخد كمان تلنت وياخد كمان اس اس اتش، ضيف له اوامر زي ما انت عاوز. فدي الاوامر المتاحه للايه للفيو ده. طب ادخل عليه ازاي بقى، اجي برده كده من بره ديسيبل واقول له انيبل enable view اللي هو اسمه view 1 وده الباسورد بتاعته، هتلاحظ الاوامر المتاحه ليا ايه، هو البنج والشو والتلنت. تمام خدت انا كده بس الاوامر اللي كانت موجوده في بريفج ليفل 0 وضاف عليها بس الايه الاس اس اتش والتلنت والايه والبنج. تمام طيب تعالى كده نعمل ديسيبل ونخش تاني على الروت، اقول له انيبل فيو، دخلنا على الروت وده الباسورد بتاعته كونف تي، اقول له بارسر فيو، كريت مثلا فيو 2 الباسورد بتاعته الاول سيسكو والكوماند اكزيت انكلود كونفيجر تيرمينال، وبرضه هي انكلود شو وهكذا، ضفنا له الامرين دول. طيب عاوز ان انا بقى اضيف اعمل مثلا سوبر فيو يشمل الاوامر الموجوده في الاثنين دول، كده بقى عندي كده بقى عندي اتنين فيوز، فيو 1 وفيو 2، كل واحد فيه شويه اوامر، عاوز اكريت الفيو الثالث اللي هو الفيو 3 اللي هيشمل الاوامر الموجوده في التين، هقول له بارسل فيو اسميه وليكن فيو 3 من نوع سوبر فيو، وبرضه احط له باسورد عادي جدا سيسكو، و هيكون فيه الفيو اللي اسمه فيو 1 المفروض يعرفني ان كده خلاص انضاف للسوبر فيو ده، واحط جواه كمان الفيو 2 نفس القصة برضو، هخلي اليوزر
خلي اليوزر يضاف لفيو معين، يا اما عن طريق ان انا زي ما قلنا من بره اخليه يخش اقول له يكتب enable view view كذا ويكتب اسم الفيو، او ان انا الينك الفيو بالايه باسم اليوزر. ان انا هاجي كريت يوزر نيم هسميه مثلا تيست، مش هحط له بريفي جي، هحط له فيو، هحط له مثلا ده فيو، اخد مثلا فيو 1 ودي باسورد اليوزر اللي هي ايه تيست. يبقى كده اليوزر ده لو عمل لوجن هيلاقي بس متاح لي الاوامر الموجوده فين؟ الموجوده في فيو 1. ممكن اكريت يوزر نيم تاني اسميه احمد وهدي له فيو اللي هو فيو 3 والباسورد باسورد احمد. يبقى كده لو خرجت من هنا ديسيبل وقلت له لوجن طيب ظبطنا بس اعدادات التريبل اي لان انا داخل من الكونسول، فزي ما شرحنا قبل كده في التريبل اي ان هو بيديش بريفج ليفل على الكونسول الا الادمن، فظبطنا بس الاوثرايز من اللوكال داتابيز وفعلنا الاوثرايزيشن على الكونسول. طيب هبدا ان انا الوجن، هذا اليوزر اللي اسمه تيست والباسورد تيست. هنلاحظ ان هو واخد الفي 1 اللي ما كانش فيه بس غير اوامر البينج والايه البينج والشو والتلنت. لو انت دخلت باللوجن بالاكونت تاني اللي هو احمد وده الباسورد احمد، نلاقي ان له الاوامر اللي هو كونفيجر تيرمينال بالاضافه للايه بالاضافه للاوامر التانية اللي كانت موجوده فين في الليفل التاني اللي هو ده اللي ما كانش عنده كونفيجر تيرمينال. طيب دي اكزامبلز على الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. اوامر الشو زي ما قلنا عشان نشوف على نخش على الروت فيو اقول له انيبل فيو وادي له اسم الفيو، عشان اكل السوبر فيو عشان الينك اليوزر بالفيو بقول له يوزر وكاله اسم اليوزر وادي له اسم الفيو واسم الفيو والباسورد بتاعته عشان تفيريفاي انت في انه فيو. جاست بس انك بتعمل زي ما شفنا كده كوتش مارك يبين لك ايه بس الايه ايه المتاح معاك، او في امر اسمه شو بارسر فيو شو بارسر فيو. لكن انت حالا فين؟ انت حالا واخد بالاكونت بتاعك ده، انت كده موجود فين؟ موجود في فيو 3. طيب طيب خلي المحاضرة دي بس لحد هنا، وان شاء الله المحاضرة الجاية نبتدي من اول موضوع الـ SSH. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.